عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، معادنا مع مراجعة ليلة الامتحان. يلا بينا يا ولاد مع بعض. السؤال الأول، اوجد الناتج 2 في 8 في 10. اتعودنا مع بعض يا ولاد نضرب ال 2 في 8. ال 2 في 8 بكام يا ولاد؟ ب 16. سامعاكم بتقولوا 16. طيب 16 في 10، احنا هنضرب الصفر مرة في 16، ف 16 في 0 ب 0، وواحد في 16 ب 16 يا ولاد. يبقى الناتج عندنا كام؟ 160. طيب تعالى للمسألة اللي وراها. 5 عشرات زائد 3 عشرات. 5 عشرات زائد 3 عشرات، حجم على 5 زائد 3 يطلع عندي 8. كلمة عشرات هتنزل زي ما هي. طيب سامعاكم بتقولوا يا ولاد طب يا ميس ينفع نكتب إجابة تانية؟ اه ينفع نكتب يا ولاد 80. اكتب 80. في كتاب المدرسة عامل لنا كمان سؤال نقط في 10. ايوه طب ما الاجابه لما هي 80 ينفع تبقى كام في 10؟ ايوه برافو عليك، وتبقى 8 في 10. يبقى انا دلوقتي عندي اجابه ممكن اكتبها 8 عشرات او 80 او 8 في 10. طيب تعالى معايا على السؤال اللي وراه. 10 في نقط بتساوي 120. 10 في نقط بتساوي 120. يا ولاد الصفر اللي موجود عندي في ال 120 هو صفر ال 10، يبقى فاضل كام اضربه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا 12. يبقى 10 في 12 هتساوي عندنا 120. طيب تعالى للمسألة اللي وراها، وعدت علينا برضو كتير واحنا بنشتغل. 30 في 40 بتساوي 100 في نقط بتساوي نقط. هننور علامة يساوي ونعمل كفة الميزان بتاعتنا ونبدأ نشوف الصفرين بتوع ال 30 وال 40 هحطهم فوقيها. 3 في 4 ب 12. الناتج عندي 1200. طيب تعالى لي بقى على الجزء اللي في النص. ال 1200 مفروض ان هو ده الناتج بتاع الطرف كله. طب يا ترى 100 في كام تديني ال 1200؟ الصفرين بتوع ال 100 هم اللي موجودين فوق عند ال 1200، يتفضل لي كام؟ اه سامعاكم بتقولوا 12. فعلا ال 100 في 12 هتديني 1200، عشان يبقى كل الاطراف بتساوي 1200، وفي الاخر هنحط في اخر طرف ال 1200 على بعضها عشان تبقى كلها قد بعضها متساويه. طيب تعالى للمساله اللي وراها. اعمل لي 20 في 90 بتساوي نقط. نفس الكلام اللي احنا قلناه، جمع او لم الاصفار بتاعتك من المساله، الصفر بتاع ال 20 والصفر بتاع ال 90. 20 في 90 خلاص انا اخدت الصفرين. 2 في 9 بكام يا اولاد؟ 2 في 9 ب 18. يبقى الناتج عندنا 1800. تعالى معايا عند المساله اللي وراها. 7 امتار بتساوي، 7 امتار بتساوي، افتكر معايا يا حبيبي ان ده الضرب في 100. هو المتر فيه كام سنتي؟ المتر فيه 100 سنتي. طب انا عشان اجيب 7 امتار هقول 700. 700. طب جبتها منين دي؟ اه لان ال 7 في 100 بتساوي 700. طيب تعالى نشوف السؤال اللي وراه. اي عدد زوجي زائد واحد. تعالى كده نجرب ونشوف هيطلع لنا عدد ايه. اختار من عندك اي عدد زوجي، وليكن العدد ده هو الاثنين. لو انا زودت عليه واحد هيطلع كام؟ هتبقى 3. طب هو الثلاثة ده عدد ايه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا ان هو اي عدد زوجي لو زودنا عليه واحد هيطلع عدد فردي. برافو عليك. العدد الزوجي التالي مباشرة للعدد 306. خلي بالك يا ابني 306 ده دايما عينيا على بيت الاحاد. هو بيت الاحاد ده عدد فردي ولا زوجي؟ اه الستة ده عدد زوجي. طب انا عايزه العدد الزوجي التالي مباشرة، يعني اللي جاي بعديه على طول. في الرياضة بنقول التالي مباشرة للعدد الزوجي يعني زائد 2. يبقى انا مضطر ازود على ال 306 2. هاخد ال 306 زائد 2 تبقى 308، وده العدد الزوجي التالي مباشرة لل 306 ال 308. طيب تعالى معايا على الجزء الثاني. معانا مجموعة كده من مسائل القسمة. 963 على 3. يلا بينا نتفرج مع بعض هنقسم ازاي. انا عندي 3 اعداد هعمل لهم 3 بيوت، وابدا اقسم من الشمال يا ولاد. من الشمال هبدا من عند البيت الكبير ده 9 على 3، واقول كده 9 على 3 فيها، ايوه سامعاكم بتقولوا فيها ال 3. طيب 6 على ال 3، 6 على ال 3 فيها ال 2، و 3 على ال 3 فيها ايه؟ فيها ال 1. يبقى العدد الناتج بتاعنا هيطلع 321. طيب كمل معايا كده. 7070 على 7، انا عندي 4 اعداد يبقى عندي 4 بيوت. هنبدا من عند البيت الكبير اللي هو بيت الالاف او من الشمال. 7 على 7 فيها يا اولاد الواحد.
صفر على السبعة ما ينفعش، فبنحجز البيت بتاعنا بصفر. طيب تعال أكمل معايا كده، سبعة على سبعة فيها الواحد، وصفر على سبعة فيها الصفر، الناتج بتاعنا 1010، 1010. طيب تعالى برضو نموذج من المسائل اللي موجودة في كتاب المدرسة، نقط على خمسة بيساوي 21. طيب أنا عايزة العدد الكبير اللي موجود في أول مسألة القسمة، بيجي إزاي يا أولاد العدد الكبير؟ عشان أجيبه هضطر إن أنا أضرب الخمسة في 21 وأحول المسألة دي لضرب، هتبقى خمسة في واحد، الضرب بقى المفروض إن إحنا بنضرب من اليمين، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اتنين بعشرة وهنزل العشرة كلها، تبقى المية وخمسة على خمسة هيطلع عندنا 21. طيب كمل معايا مثال تاني عشان نأكد على نفس الفكرة. برضه في القسمة العدد الكبير مش موجود، عشان نجيب العدد الكبير بنعمل إيه؟ هنضرب المقسوم عليه في الناتج، هنضرب المقسوم عليه في الناتج، هنضرب التلاتة في الميتين وتلاتة، يلا بينا، هنضرب تلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة في صفر صفر، تلاتة في اتنين بستة، الناتج عندنا هيطلع 609، 609. طيب مثال كمان، خارج قسمة 505 على 5، دي برضو مسألة قسمة بس موجودة في صورة لفظية، خارج قسمة 505 على 5، هعمل إيه نفسي؟ حابب حضرتك تعملها 505 على 5 في صورة مسألة قسمة وتعرف تحلها ما فيهاش مشكلة، وهعمل إيه نفسي برضو التلات بيوت وهبدأ أحل المسألة، 5 على 5 فيها الواحد، 0 على 5 فيها الصفر، 5 على 5 فيها الواحد، يبقى خارج قسمة 505 على 5 هي 101. مسألة كمان، تأخذ منى من والدها مبلغ 5 جنيهات في اليوم، احسب ما تأخذه منى في أسبوع. خلي بالك حبيبي، منى بتاخد من باباها مبلغ 5 جنيهات، يعني كأنه مصروف بتاعها، عايزين نحسب يا ترى في أسبوع هتاخد قد إيه؟ خد بالك كده إن المسألة ما فيهاش غير رقم واحد، والرقم التاني مستخبي ورا كلمة أسبوع. سامعاكم بتقولوا؟ يلا بينا نكتب التمييز. ما تأخذه منى يساوي، هناخد يا ولاد الخمسة جنيهات ونضربها في كلمة أسبوع، دي يعني 7 أيام، لأن الأسبوع في 7 أيام، فهتبقى 5 في 7 بكام؟ سامعاكم يا ولاد الشاطرين بيقولوا 35، يبقى منى بتاخد في الأسبوع 35 إيه؟ جنيها. التمييز بتاعنا اللي في الآخر ما تنساهوش. طيب تعالى الآخر مسألة كده، 98 10، 98 10 دي يا ولاد عبارة عن جزئين، عبارة عن 98 في 10، طب والناتج هيبقى 98 والصفر بتاع العشرة موجود في الأول. طيب 21 100، 21 100 عبارة عن 21 في 100. طيب هننزل الصفرين أهم، خلي بالك دي رياضة، يعني لازم نبقى عارفين إحنا بننزل الصفرين ليه؟ لأن أي عدد هنضربه في صفر هيطلع الناتج صفر، فأنا لو ضربت ال 21 في صفر بصفر، وبرضه الصفر بتاع العشرات بصفر، وبعدين ال 21 في واحد ب 21، فالعدد اللي هيطلع عندنا هيبقى 2100، تمام؟ يلا بينا يا ولاد نكمل بقية الأسئلة. إذا كان 135 في 4 بتساوي 630، فإن 630 على 4 يساوي، خلي بالك حبيبي إن مسألة الضرب فيها عددين بنضربهم في بعض طلع لنا ناتج. طيب القسمة كانت عكسها على طول، أخد ال 630 قسمها على 4، يا ترى مين اللي هيطلع عندنا ناتج؟ أيوه سامعاكم بتقولوا ال 135، عشان المسألتين دول مسألتين عكس بعض. مع محمد 20 ورقة من فئة المائة جنيه وسبع ورقات من فئة العشرة جنيهات، فما جملة المبلغ الذي مع محمد؟ النوع ده من المسائل موجود في كتاب المدرسة كتير، هنحل منه مثال عشان نعرف بيتحل ازاي. أول حاجة هكتب التمييز، ما مع محمد. طيب هو معاه ايه؟ معاه أكتر من نوع من الورقات المالية، معاه 20 ورقة من فئة المائة جنيه، 20 ورقة من فئة المائة جنيه، يبقى هنضرب ال 20 في 100. طيب هنلم الأصفار بتاعتنا من المسألة، 1 2 3، ادي صفرين للمائة وصفرين للعشرين، بقوا 3، 1 في 2 ب2، يبقى هو معاه ايه؟ 2000 جنيه. طيب هو ده بس اللي معاه؟ لا، كمان معاه 7 ورقات
من فئة العشرة الجنيهات. سبع ورقات من فئة العشرة الجنيهات يعني سبعة في عشرة بكام؟ بسبعين يوميا. سبعون ايه؟ سبعون جنيه. طيب يا ترى هو انا كده جبت كل الفلوس اللي مع محمد؟ لا طبعا. لا هعمل ايه؟ هبدا اجمع بقى الالفين زائد السبعين، هيطلع عندنا الناتج الفان وسبعون. الفان وسبعون جنيها. فهي المساله في منتهى السهوله والجمال لو حليناها مع بعض خطوه خطوه كده. طيب تعالى للسؤال اللي وراه، بيقول لي عدد الاعداد الزوجيه المحصوره ما بين العشره والعشرين. طب يا ترى هناخد العشرة والعشرين معايا؟ اوعى يا حبيبي تاخدهم معايا، عشان هو عايز الاعداد المحصوره ما بينه، يبقى هناخد من بعد العشره. يلا بينا، بعد العشره ايه الاعداد الزوجيه اللي عندنا؟ عندي بعد العشره 12، ومين كمان؟ 14، عشان احنا بنزود 2 و16 و18. اقدر اخد ال 20؟ لا ما ينفعش. طب انا كده خلصت الاجابه. خلي بالك هو بيسالك على عدد الاعداد الزوجيه، ايه هما بقى اعدادهم؟ تعالى نعدهم، 1 2 3 4، يبقى الاعداد 4 اعداد، ده كده عدد الاعداد دي، عندي 4 اعداد. طيب تعالى بقى للمساله بتاعت المربعات السحريه او المربعات الخاليه، عايزين نركز مع بعض يا اولاد عشان نعرف نحلها. المساله دي عباره عن مساله ضرب عاديه، بس هو مخبيني منها اعداد، هعرف انا اشتغل فيها؟ يلا بينا نبدا نستعمل الضرب زي ما احنا متعودين. 6 بنضربها في ال 6 وبنضربها في ال 8 وبنضربها كمان في المربع الفاضي وبنضربها في الخمس. يلا بينا، 6 في 6 بكام؟ 6 في 6 ب 36، في مكان فاضي اهو، احط فيه ال 6 ومعايا باقي ال 3 هحطها على ال 8 العدد اللي وراه، وارجع اضرب ال 6 في 8. 6 في 8 ب 48. طيب 6 في 8 ب 48 و3 بعد ال 48 49 50 51. هحط هنا يا اولاد ايه؟ 1 ومعايا ال 5. اوعى تحط عدد على المربع الفاضي. طيب اعمل ايه يا ميس؟ هاخد الخمسه اللي موجوده على المربع الفاضي دي ونغني الاغنيه بتاعتنا تا تا زحلق، هتتزحلق وتتطرح من السبع. اشمعنى السبع؟ عشان ده بيت المئات وهي بتتطرح من بيت المئات اللي زيها. سبعة ناقص خمسة هيتفضل عندنا كام؟ اتنين. طيب أنا بقى كده استفدت إيه؟ هدور على عدد أضربه في الستة يكون رقم الأحد بتاعه اتنين. إيه اللي عندي في جدول ضرب الستة لو ضربته بيديني اتنين؟ سامعاكم بتقولوا ستة في اتنين يا ميس ب 12، وفي كمان ستة في سبعة ب 42. طب نعمل إيه يا ميس هبة؟ هنبدأ نجرب مع بعض الأعداد، نجرب الاثنين الأول ونشوف المسألة هتمشي ولا لأ. يلا بينا، 6 في 2 ب 12، 12 في 5 17، 7 ومعايا ال 1، 5 في 6 ب 30 و 1 31. يا ترى ده 31؟ لا، يبقى معنى كده ان الاثنين اللي احنا اخترناها ما تنفعنيش، مش هتحقق لي المساله بتاعتي. طيب اختار مين؟ هختار السبع اللي عليها الدور، اللي لو ضربتها في 6 يبقى رقم الاحاد 2. طيب نحل المساله بالسبع، 6 في 7 ب 42، 42 و5 47، 7 ومعايا ال 4، 5 في 6 ب 30، 30 و4 34. الحمد لله المسألة اتحلت. تمام؟ يلا بينا على المسألة اللي وراها. 66 في 1000 بتساوي نقط 1000. خلي بالك يا حبيبي، هو أخذ الثلاث أصفار بتوع ال 1000 وكتبها لك بره 1000. حضرتك هتطلع ال 66 ومعاها أصفار؟ لا، هاخد ال 66 بس، هتبقى 66 ألفا مكتوبة بالعربي، يبقى كلمة ألفا دي عوضتني عن الثلاث أصفار بتوع الألف. طيب تعالى للمسألة اللي وراها، نقط في نقط في ألف بتساوي 3000. إيه بقى ده؟ أنا عندي علامة يساوي، يعني الطرف ده لازم يبقى قد الطرف ده. طيب الثلاث أصفار بتوع الألف هم الثلاث أصفار بتوع ال 3000، يعني أنا مضطر أحط الثلاثة في البيتين دول. هعمل ايه طيب؟ يعني هتنفع تتقسم في الضرب؟ لا، لكن ينفع احط 3 في 1 وابقى انا كده حققت لهم 3 في 1 ب 3 في 1000 ب 3000. المسألة اللي وراها، 2000 بتساوي نقط في 2000، هو ايه العدد اللي في الضرب يا سنة تالتة اللي ما يغيرليش القيمة بتاعت الناتج؟ سامعاكم بتقولوا الواحد، فعلا لو ضربت واحد في 2000 هيطلع لي برضه 2000. طيب تعالى للمسألة اللي وراها، مسألة من مسائل كتاب المدرسة، هي مسألة جمع، بيقول لي ال 3000 بتساوي 500 زائد نقط،
تعالى بقى نحط مع بعضينا مفتاح الجمع. المفتاح الجمع صغير زائد صغير يديني ناتج كبير، ناتج كبير. طيب اقدر اجيب انا مين دلوقتي اللي انا مش موجود عندي في المساله؟ هو العدد الصغير، والصغير بيجي بالطرح. هنطرح ال 3000 ناقص ال 500. خليك معايا كده، الاحاد تحت الاحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، عشان تعرف تشتغل في المساله. يلا بينا. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر. صفر ينفع اشيل منه خمسه؟ لا، هنستلف من الثلاثه تبقى اثنين، والصفر ده هيبقى 10. 10 ناقص 5 5، والاثنين تنزل، يبقى العدد اللي هزود عن 500 هو 2500، زائد ال 500 هيطلع لي 3000. شكرا.